إلى برنامجكم تواصل دوت كوم، مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. في البداية دعونا نتعرف على العناوين التي تتضمن أبرز الأخبار التي كانت حديث العراقيين عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. نذهب إلى العنوان الأول وفيه: الانفجارات تهز مدينة الصدر، ومصادر أمنية تؤكد أن سبب الانفجارات هو تخزين أسلحة ثقيلة بأحياء سكنية. في العنوان الثاني: انفجارات أيضا ولكن وقعت في النجف بمستودع تخزين سلاح تابع لميليشيا الحشد تحديدا قرب بحر النجف. ثم نذهب بعد ذلك إلى القوات الحكومية التي تنصب سيطرات مفاجئة في الليل وفي النهار ما يؤدي إلى حوادث سير وازدحامات. أما الختام فسيكون مع هيثم الجبوري الذي تحدث عن اختطاف ابن مرشحه في مدينة الصدر الذي قتل فيها لاحقا. أهلا بكم. البداية مع تسجيل كاميرا مراقبة لانفجارات قطاع 10 بمدينة الصدر، نتابع معا. ما شاهدتموه هو ما رصدته الكاميرا. الآن إلى القوات الحكومية. القوات الحكومية وجهات أمنية وإعلامية مقربة من العباد أعلنت أن انفجارات مدينة الصدر سببها تخزين أسلحة ثقيلة بحي سكني، نتابع. طبعا مشاهدينا الكرام، للتذكير مرة أخرى، القوات الحكومية وجهات إعلامية مخولة عنها ذكرت أن سبب هذه الكارثة هو يعني تخزين الأسلحة في مناطق مأهولة بالمدنيين بلا حسيب ولا رقيب. أما الآن نشاهد معا صورا تكشف أثر دمار عشرات المنازل في قطاع 10 بمدينة الصدر، نتابع من جديد. السلام عليكم، موجود بمدينة الصدر تحديدا بموقع الانفجار، انفجار كتس الأحدثة يوم أمس. هاي الصورة تغني أعتقد عن كلام، أنا ما أشوف لين الشمس قوية لكن أعتقد الصورة واضحة يمكم. حفرة كبيرة جدا بقطر كبير يصل إلى أكثر من 15 متر، ربما يتجاوز هذا الرقم. الأهالي هنا مصدومين. طبعا هنا نقف على أنقاض بيوت بالكامل، بيوت بالكامل هدمت بهذه المنطقة تحديدا، على عشرات من المنازل. هذه أيضا بعض المنازل المهدمة بمدينة الصدر. الأهالي هنا لا يزال بحالة من الصدمة بهول ما حصل يوم أمس، وأيضا القوات الأمنية باشرت بفتح التحقيق الفوري بهذا الملابسات هذا الحادث. هذه هي الحال هنا في هذه في منطقة الصدر تحديدا في قطاع 10، هذا صح؟ في قطاع 10 الصدمة والذهول لا زالت لغاية الآن على محيا المواطنين وكل ما هو موجود في هذه المنطقة. هذه هي الحفرة بالضبط، من هنا تبدي وتنتهي
في هذه المنطقة حفرة كبيرة جدا، وأيضا هذه المنازل اللي تضررت. الأهالي يطالبون بالتحقيق ويطالبون أيضا التعويضات، لأن المنازل بالجملة قد تضررت بهذه المنطقة. شكرا لكم. يعني مواطنون يتساءلون، مناطق مدنية مأهولة بالسكان وتخزين أسلحة ثقيلة في هذه المناطق المدنية، لماذا؟ تذكرون وقبل إجراء الانتخابات بأيام قليلة هناك من تحدثوا عن حروب أهلية وإرهاصات لهذه الحروب الأهلية لابد أنها قادمة، ولكم حرية أن تربطوا ما بين هذه التصريحات وما بين هذه الأحداث المؤسفة. ختام هذا الخبر وما حدث في مدينة الصدر مع خبر عن دعوات لحملة تبرع بالدم من قبل أهالي بغداد لجرحى مدينة الصدر. السلام عليكم، اليوم نشكر شباب هاي منطقة الفضل وشباب شارع الكفاح وشباب قنبر علي اللي لبوا نداء بخصوص تبرع بالدم لإخواننا الجرحى من مدينة الصدر، ومثل ما تشوفون الشباب السرة واصل للباب. هذا الغرض من تصوير هذا الفيديو أخواني عن الغيرة العراقية، تكلم للمشككين بالغيرة العراقية، شوفوا الشباب وشوفوا الغيرة العراقية، وحتى مصرف الدم قام ما يقدر يستقبل بسبب كثرة الأعداد. نطلب مشاركة للفيديو حتى العالم يشوف أن الغيرة العراقية شلون بخصوص إعانة جرحى مدينة الصدر. مع تحياتي أخوكم ياسر تريد. ومن الحديث الطيب من هذا الشاب عن الغيرة العراقية، ينبغي التوقف عند الغيرة السياسية التي تبدو منعدمة كما يرى كثيرون من أهل العراق. أين من يحاسب هؤلاء؟ أين من يحاسب من وضع هذه الأسلحة في وسط تجمعات مدنية؟ أين أولئك الذين هددوا بحروب أهلية وهذا نتاج تهديداتهم، أو لربما كان إرهاصات البداية؟ الانفجارات على ما يبدو أنها حاضرة معنا في المزيد من الأخبار مشاهدينا الكرام. ومن انفجارات مدينة الصدر إلى ما حدث في النجف، حيث استمرت الانفجارات هناك مدة في النجف نقصد تزيد عن ربع ساعة متواصلة، وهي الأخرى وقعت في مستودع سلاح تابع لميليشيا الحشد. نتابع. طبعا للتوضيح، هذه السلسلة من الانفجارات التي هزت مقرا لميليشيا الحشد وقعت قرب بحر النجف، نشاهدها في المقطع الآتي بشكل أكثر وضوحا. نتابع. لا لا استغفر الله، من زمان احترق. ها والله قلت لك سيف والعباس اول ما اشتعل قلت شوف 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 ما يصير له حمل عتاد، ايش قام يطل؟ شو اللي بيه عتاد هذا؟ يتساءل عراقيون موجعون، هل هذه هي الاماكن التي ينبغي ان تخبأ فيها هذه الكميات المهوله والكبيره من الاسلحه؟ يشتكي المواطنون من مشكلة تتعمد القيام بها القوات الحكومية من حين إلى آخر مشاهدينا، وهي مشكلة نصب حواجز أمنية بالليل أو ما تعرف بالسيطرات دون سابق إنذار أو إشعار للمواطنين، وهو ما لربما عاد عليكم أنتم أيضا يا من تتابعوننا من العراق، عاد عليكم بالكثير من المعاناة. نتابع معا. سيطرة مشتركة. كيف صعدة رصيف ضرب سيارة؟ شو
ممكن تخلص السوالف المشتركة وهكذا. لا علامات مرورية لا شيء. يتساءل الكثير من العراقيين، هل هكذا يتم حفظ أمن وأمان المواطن؟ أم أن هذه السيطرات المفاجئة قد تتسبب بمزيد من الكوارث التي لا يحمد عقباها؟ إذن هي سيطرات مفاجئة مشاهدين تتسبب بالازدحام وأزمات السير وحوادث متعددة ومختلفة. جانب آخر من المعاناة تكشفه الصور التالية. الآن نشاهد وإياكم مقطعاً مصوراً مختلفاً عما شاهدنا من واقع السيطرات المفاجئة التي تنصب بمختلف المحافظات، إلى مقطع يبين كيف أن الواسطات في ازدياد ولا تتوقف في مطار بغداد الدولي، وهناك عراقية تعنف ضباط مطار بغداد بسبب توسطهم لإحدى المسافرات على حساب عشرات المسافرين المصطفين في طوابير. تعالوا نشاهد معا ما حدث هناك. ابتسم كما يقول مواطنون، أنت في مطار بغداد الدولي. إلى الخبر الأخير في قائمة الأخبار التي تداولها عراقيون عبر مختلف وسائل التواصل. قائمة سائرون في مدينة الصدر وتلميحات لهيثم الجبوري بشأن الجهة التي تقف وراء قتل ابن أحد مرشحيه في مدينة الصدر. نتابع حديثه الذي أدلى به مؤخرا في لقاء صحفي. أنا بدي أسألك سؤال، صحيح عندك مرشح بقائمتك ابن القتل؟ اي نعم، هنا في بغداد. والله ابتداء احنا خلينا نعزي عوائل شهداء مدينه الصدر. حقيقه اليوم الفاجعه الكبيره اللي صارت، رحمه للشهداء والشفاء، ومع الاسف هاي تكررت يعني بالشعله وتكررت اليوم للاسف. وما نعرف لا حل ولا قوه، يعني المفروض الحكومه حقيقه تزيد من اجراءاتها، خاصه بهذا الشهر شهر رمضان، لأن أكو تجمعات كبيرة وأكو حضور كبير. أعتقد المرشح اللي قتل من قائمتك أيضا في مدينة الصدر. في مدينة الصدر حقيقة هدد ابتداء أنه ينسحب من القائمة اللي ينتمي لها، وعجيبة وكأنه هي قائمة يعني نازلة من غير كوكب. اسمه سعد شريف المسعودي. سعد المسعودي. إي نعم سعد المسعودي. خاف زميلنا سعد المسعودي اللي في فرنسا. لا لا سعد المسعودي منا، هو الرجل ابنه عمره 14 سنة. وأنا هم نشرت صورته واقف يم الصورة مال أبوه. ورافع ايده بالانتصار. الله يرحمه. اي الله يرحمه. لا حول ولا قوه الا بالله. بعد شو نسوي؟ هاي الحمد لله على كل حال. شلون قتلوه الطفل؟ هو شلون قتل؟ هو خطفوه وبعدين يعني اتصلت بوالده، كان متاثر جدا، قال لي لقيناه مقتول يعني. طفل صغير لا حول ولا قوه حقيقه. لا لا طفل؟ اي والله طفل 14 سنه عمره. معقول السياسه ما بها رحمه لهالدرجه يعني؟
والله مع الاسف صارت ما بها اخلاق، هي والله بها رحمه، المفروض هي سياسه ام الرحمه، سياسه ام الايثار، سياسه ام الاهتمام بالناس، بس هي شو بالعراق ما اعرف تحولت لغير السياسيين، يعني تحولت الى ناس يشتغلون بالسياسه مو لا سياسيين حقيقيين. ما تعرف من اللي هدده؟ لا والله، يعني هو اقام دعوه الرجل والان اكو تحقيقات. دعوه على منه؟ هو دعوه ضد مجهول، يعني اخذ البطاقه واخذ الطلقه واخذ التهديد وقام دعوه وقال لهم يابا انا هذا اللي يعني مقتول برصاصه؟ لا هم كان رصاصه بالورقه مال تهديد. اها اي هاي الاولى جاء تهديد بانه اذا ما تنسحب احنا راح نقتل ابنك وكذا. انا لله وانا اليه راجعون. رجل حتى حول من بيت الى بيت ثاني، لكن مع الاسف يعني وطفل يقتلونه بدم بارد. طفل بدم بارد بدون سبب. والله شنو ابوه مرشح من الانتخابات؟ وليش يعني واذا مرشح شنو المشكله؟ هم معترضين على الترشيح؟ معترضين على كتلته؟ على القائمه. انت اذا ما تنسحب القائمه ليش؟ هذه يعني القائمه شنو هي؟ منين جايه؟ ما اعرف والله. بس احنا هي القائمة عراقية يعني هسه مدينة الصدر حتى ذا المذهب هم نفس المذهب نفس كذا نفس التوجه. الحمد لله على خير. الحمد لله رب العالمين. انا احب اثير هيك مواضيع لانه هذا موضوع الطفل انا قريت اليوم واثارني كلش يعني بصراحة. اي أيوة والله الحمد أيوة لله على كل حال. الحمد لله احنا في فقرة أراءكم لهذا العدد. وقبل أن نذهب إلى التعليقات كالمعتاد نشاهد معا هذه الوثائق التي تبين توصيات اللجنة التي شكلت من قبل الحكومة الحالية. في هذه الوثائق التي ستظهر تباعا نبين لكم أن اللجنة المشكلة من الحكومة الحالية والتي يقف على أمرها العبادي بخصوص الانتخابات، وبحسب الوثائق فإن اللجنة أوصت بتوصيات عدة بينها إلغاء أصوات الخارج وإلغاء أصوات النازحين إلى جانب قرار بإحالة مدراء المراكز الانتخابية للقضاء ومنع استخدام جهاز الفرز الإلكتروني مستقبلا. التوصيات أكدت أيضا على لزوم إعادة الفرز اليدوي بنسبة 5% ومطابقتها مع الفرز الإلكتروني، وحال تبين أن هناك فرقا شاسعا ولم تتطابق النتائج فإن كل الاحتمالات تبقى مفتوحة. لكن المخجل هنا بصراحة أن هذه الأجهزة دفعت لجلبها ملايين الدولارات، كذلك درب عليها عناصر يعملون ضمن مفوضية الانتخابات، وأيضا لم تكن على القدر المطلوب منها كما يرى كثيرون. عموما دعونا نتابع بعد قليل وإياكم تعليقات العراقيين عبر فيسبوك فيما يتعلق بهذا الموضوع. نذهب الآن وإياكم إلى التعليق الأول في هذه القضية، وكتبه هيثم. هيثم يقول: في البلاد المتخلفة تدفع ثمن التكنولوجيا، ولكن للأسف تعود وتستغني عنها قمة الفساد. هيثم يتحدث ويقول كيف أن التكنولوجيا أصبحت نقمة على العراقيين، ذلك لأن الأجهزة المستخدمة ليست دقيقة كما ينبغي. إلى تعليق جديد. في التعليق التالي أحمد الحسيني يكتب: يعني صار تزوير ولا ما صار؟ شنو اللي راح يتغير؟ تصعد وجوه جديد تسرق لأربع سنوات وبعدين ينفضحون والفلوس تروح، وهكذا تتكرر في كل انتخابات ورؤساء الكتل باقيين نفسهم. بس تصورون هذا المال تتهنون به؟ لا والله، يبقى لعنة عليكم ليوم الدين. أحمد يتحدث إلى بعض الساسة والوجوه التي تكررت في المشهد العراقي الذي عقب أو المشهد الذي جاء بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، ويقول إنهم ما هم إلا مجموعة من اللصوص يسرقون كل أربع سنوات مجموعة من مقدرات العراق، ولكنهم لن يهنأوا بهذه الأموال المسروقة من الشعب العراقي. إلى تعليق جديد. في التعليق التالي أحمد يكتب: من الجنون أن نعتقد أن الانتخابات نزيهة. الأحزاب تعقد اجتماع لغرض تقاسم تعيينات خريجي السادس ابتدائي بصفة عقد مؤقت لكي يأخذوا حصتهم، وتريدون أن تكون انتخابات حرة نزيهة ينتج عنها عضو في مجلس النواب؟ مستحيل. أحمد أيضا يشكك بنتائج الانتخابات ويشكك بنزاهة من أفرزتهم هذه الانتخابات حتى يكونوا ممثلا عن العراقيين تحت سقف قبة البرلمان. إلى تعليق جديد. في التعليق التالي نقرأ ما كتبه علي. يقول علي: النتيجة انحسمت سواء تزوير أو بدون تزوير، والوجوه الصعدت ما راح تنزاح بعد. عموما إن شاء الله على الانتخابات الجاية تكثر رقعة المقاطعين لحين إقرار قانون عادل.
علي يتحدث عن فكرة المقاطعة الدائمة وأن يكون هناك قانون عادل ينصف المقاطعين وبالتالي تبطل الانتخابات. الآن إلى تعليق أخير في هذا الموضوع. في التعليق الأخير أبو طه ومنتظر يكتب: كله كذب ولعب على الشعب من 2003 وإلى الآن المواطن العراقي شنو استفاد من هذه القلاوات؟ أبو طه يؤكد على ما قلناه أن كل مفرزات ما بعد الاحتلال الأمريكي التي جاءت على المشهد السياسي في العراق ما هي إلا خادمة لأجندات غير عراقية وتمتص دماء الشعب العراقي، تسلبه قوته وقوت أبنائه وراحته ومستقبله. الآن إلى تويتر. الهاشتاغ الذي ركز عليه عراقيون في الساعات القليلة السابقة مشاهدينا كان هاشتاغ انفجار مدينة الصدر. نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي أذيلت بهذا الوسم الإلكتروني: انفجار مدينة الصدر. معنا في التغريدة الأولى التي كتبها زياد يقول: سيدنا، من باب حصر السلاح بيد الدولة ومحاربة الميليشيات الوقحة ومن باب انفجار مخزن أسلحة تابع على جنابكم، شو تسمي هذا رحمة لمواتك؟ ترى ملينا وروح محمد الصدر ملينا، كافي عاد انفجار مدينة الصدر. هذا ما يقوله المواطن زياد: لقد مل العراقيون هذا الاستخفاف بأرواحهم، هذه الطريقة بالتعامل وعدم إنصافهم وعدم مراعاة مشاعرهم ولا حقوقهم ولا دمائهم في هذا الشهر الفضيل. إلى تغريدة ثانية. في التغريدة التالية مهند يكتب: لعنة الله على تجار السياسة والسلاح الذين لم يكلفوا حتى أنفسهم لتبرير جريمتهم في مدينة الصدر. مهند يؤكد ما قاله المغرد السابق. الآن نذهب وإياكم إلى تغريدة ثالثة في ذات الموضوع وذيلت بهاشتاغ انفجار مدينة الصدر. يوسف يكتب: بلد فوضى وانتهاك للقوانين نتائجها أرواح الأبرياء، تخزين أسلحة ثقيلة داخل البيوت، المفروض أول من يحاسب الجهة الأمنية المسؤولة عن أمن مدينة الصدر، ومن سيسعى لتطبيق كلامك وتأييد ما تقول من رؤية كثيرون من العراقيين يرون أنها سوية ومنطقية. أيها المغرد يوسف، الآن إلى التغريدة الأخيرة التي ذيلت بهاشتاغ انفجار مدينة الصدر وكتبها مؤمل يقول: يعني مخزن عتاد في منطقة سكنية وشعبية، حسبي الله ونعم الوكيل. المسألة واضحة للأسف، والعراق لا ينسى ولا أهله يتغاضون عمن ظلمهم يوما. الآن إلى المقاطع المصورة ولكن بعد هذا الفاصل. المحابس لعبة العراقيين في شهر رمضان الفضيل. المزيد من المعلومات في هذا المقطع المصور. محابس هي لعبة شعبية تميز بها برمضان، رمضان المبارك بين فريقين. هاي لعبة الحيبس نلعبها من زمان، يعني من دور آبائنا وأجدادنا نلعب اللعبة هاي. لحد ما نرجع نفطر شوي نستراح ونطلع نلعبها خصوصا بالليل، وهاي اللعبة تاريخية وتراثية من زمان بالموصل طبعا. عندما انا افوت على فريق اذا اخسر من عندي اذا غير فريق او من عندي حتى يفوت علي. ودائما ما نلعب يعني بيها على حلوان، يكون الحلوان من بين يعني الفريقين، فريق اللي يربح او فريق اللي يخسر، انقاسم الفريق يعني حلوان البقلاوه الزلابية. موسيقى
جميل أن هناك في العراق من يسعى إلى إحياء التراث والألعاب التراثية، في وقت هناك من يسعى إلى قتل روح الحياة في المواطن العراقي، بل وتهديد أمنه وسلامته، تماما كأولئك الذين يقفون وراء وضع الأسلحة وتخزينها في مدن مأهولة بالمدنيين للأسف. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام تواصل دوت كوم لهذا اليوم. ألتقيكم لاحقا على خير. إلى اللقاء.